والله التفوق للي هيركز ويلعب احسن، اللي هيركز ويلعب احسن ربنا هيديه. النادي الاهلي السنه دي شكله حلو قوي بصراحه، بيلعب كوره كويسه وبيعمل جمل وعنده خطط. نادي الزمالك مليان نجوم، اي 11 في نادي الزمالك يقدر يقدم عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده لعيبه معينه لو مش في الفورمه يعني هيأثروا عليه عكس نادي الزمالك. وكمان نادي الاهلي بيلعب بخطط، نادي الزمالك ما عندوش خطط وما عندوش جمل. نادي الزمالك عنده لعيبه ممكن تأدي، لكن النادي الاهلي عنده خطط. لا تعليق، انا قلت لك لعيبه. يعني انا عندي اعتراض على وجوده اصلا في نادي الزمالك كابتن احمد حلمي، يعني مش هو المدرب اللي يقدر يأدي مع نادي الزمالك او مع حجم اللعيبه اللي موجوده. يعني صغير على التيم قوي، التيم عايز حد جامد، يعني عايز حد اسم، عايز حد براند. دي من وجهه نظري، يعني كل واحد له وجهه نظر. يعني النهارده انت مقتنع مثلا بالونش او بجنش او بشناوي، انا من وجهه نظري كلاعب لا، مع احترامي ليه يعني لا. التيم او مجموعه اللعيبه اللي موجوده حاليا في نادي الزمالك عايزه براند، عايزه اسم جامد زي فييرا اللي خد دوري وكاس. راجل يقدر يحكم، راجل يقدر يأدي، راجل يوريك حاجات جديده، راجل عنده القماشه اللي يقدر يعمل بيها اي حاجه. لكن عندنا في النادي لا، معلش انا مش شايف. انا لسه بقول لك الخطط والجمل والحاجات دي مش موجوده عكس النادي الاهلي. لكن النادي الزمالك عنده نجوم، مستشار مرتضى منصور يعني سواء اختلفت معاه او مش مختلف معاه، موفر كميه لعيبه ما حصلتش، بيعمل اللي كان النادي الاهلي بيعمله قبل كده، بيجيب في كل مركز احسن 2 أو 3 لعيبه موجودين. فنادي الزمالك عنده اكتر من 2 تيم موجودين، اي حد يقدر يلعب، اي 11 يقدر يؤدي كويس. اي حد في نادي الزمالك هيأدي، مش حد بينه، مش اسماء، اي 11 في نادي الزمالك هيأدي، لان كل لعيب في نادي الزمالك انا بعتبره فرقه.